مدينة داخلية يعني بين جدة رياض أو في الخارج، وجاك واحد عند البوابة قال لك يا أستاذ الفاضل أتفضل هذا ظرف صغير الله لا يهينك وصل لي هو جدة أو وصل لي هو الرياض أو وصل لي هو الجزائر، ظرف في جوة الظرف ورقة مثلا، يعني الظرف غير الكيس والشنطة، ظرف كيس فلنفترض لا الشنطة والكيس تخوف. طيب خلينا نقول كيس خلينا نقول كيس، وانت عرفت انه فيه له ملابس فقط مثلا، هل توافق تاخذه؟ انا لا يمكن. انت لا يمكن؟ لا يمكن ابدا، خاصة في ممكن في فترة من فترات انه كان هذا دارج عند الناس تمام، لكن بما انه الموضوع اصبح حساس في فترات امنيا صح امنيا نعم حساس حقيقة، يعني لا يمكن أبدا أنه أخذ أي شيء وأوصله معايا لأنه عليه تبعات قانونية. ما حد الأصل الأصل أنه هو لا يطلب ولا أنت ترده، لكن فعلا موقف أحسه محرج جدا لأنه نفسك ما تأبى أنك ترد، هو محرج. لكن بالمقابل أمنيا مثل ما قلت أيوه يعني له تبعات. كان في دورة تدريبية واحد جاب شنطة وقال واحد من فضلك خليها عندك الحين أجيك، في اللحظة اللي مسكها هو أعطيه زي أنها تنفجر يعني انفجار البسيط. أيوة قال شفت يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني. ثم طلع قلم بعد ما حدث الموقف هذا، قال هذا ممكن تفتح لي القلم ذا شيل منه قال لا قال مو للدرجة ذي. في الأولى يحق لك أن تخاف، لكن في الثانية أصبح قلم، إذا لا تصبح خائفا لدرجة أن تخاف من قلم، ولا تصبح يعني